الحمد لله ان ربنا عداها على خير، وانا كنت خايف جدا الحقيقه من المسيره دي، لكن انا حسيت دلوقتي بالدفى، لان اهلي قوية جدا ووصلت الرساله. نحن هنا، رساله صغيره خالص لا تحتمل كلام كتير. نحن هنا البلد دي بلد كل المصريين، وانا المصري المسلم ماشي متدفي بالاباء الكهنه وبحنان الاباء الكهنه، وحاسس ان مصر لسه بخير، وان شاء الله مصر واخده وعد رباني وهتفضل بخير تحقيقا لوعد ربنا. ادخلوها بسلام امنين. مبارك شعب مصر.